بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة في الفيديو ده على الـ diseases of the peritoneum. أول حاجة هنفتكر الـ peritoneum. عرفنا في الأناتومي إن ديت عبارة عن large thin serous membrane. إحنا عارفين الـ serous membrane اللي هي البلورا والبريكارديوم والبريتونيوم دي بتعمل lining. بالنسبة للـ peritoneum بتعمل lining the wall of the abdominal and pelvic cavity، بتعمل cover للـ organs الموجودة في الأبدومين والبلفس. اول ديزيز عندنا اللي هي البريتونايتس، عرفنا من قبل كده ما اخدنا الانفلاميشن ان الترم ايتس بمعنى انفلاميشن، فكلمه بريتونايتس هي انفلاميشن اوف ذا بريتونيوم. عندنا اي انفلاميشن من السمول اكيوت وكرونيك. اكيوت سيبتيك بريتونايتس، ايه الكوزيتيف اورجانيزم عندنا؟ اي اورجانيزم بيعمل اكيوت انفلاميشن زي الستاف زي الستريب زي الايكولاي زي الكلستر ديمول شارك. طيب ايه الروت اوف الانفكشن؟ بيوصل الانفكشن للبروتونيوم ازاي؟ اول حاجه عندنا اللي هو الدايركت سبريد، ان حاجه دايركت بتوصل للبروتونيوم. طب ما احنا عارفين ان البروتونيوم عامله كفرنج للابدومينال اورجان والبلفيك اورجان، يبقى اي انفلاميشن اي ديزيز فيهم ممكن يعمل لي بروتونايتس. اول حاجه الجاسترو انتستاينال تراكت زي في الكوليسيستايتس الانفلاميشن بتاع الجول بلادر، بانكرياتايتس الانفلاميشن بتاع البنكرياس، perforated ulcers زي البيبتيك تايفويد تيوبركلوس اميبك، اي ulcers موجوده حصل لها perforation تبدا تحصل ان السكريشن بتاعت الاورجان دي تطلع وتعمل irritation للبريتونيوم وتعمل inflammation، او البكتيريا اللي جوه الاورجانز انها تعمل inflammation. acute appendicitis ان الانفلاميشن بتاع الابندكس، ودي من الحاجات الامرجنسي اللي بتخليني اشيل الابندكس لو حصل لها رابشر هتدخلني في peritonitis وممكن الموضوع ده يبقى fatal. And gangrene، أي حاجة بتعمل intestinal obstruction زي ال strangulated hernia، ال vulvarus، ال intussusception، كل الكلام ده ممكن بيموتي جزء من الانتستين وبالتالي البريتونيوم اللي عليها يبدأ يحصل فيها infection و inflammation. تاني حاجة ال female genital tract زي ال berberal sepsis و ال salpingitis. ال berberal sepsis دي اللي هي بيحصل infection after delivery أو abortion، بتدخل في berberal sepsis فده ممكن يعمل peritonitis، أو salpingitis اللي هي inflammation في fallopian tube فيحصل في peritonitis معها. تاني روت عندنا hematogenous spread اللي هو عن طريق البلد، ان البلود بيبقى زي في السبتسيميا والبايميا. السبتسيميا وجود فيرولنت اورجانيزم في البلود او في البايميا الانفكشن بتاع الانفكتد امبولاي، الكلام ده ممكن البلود لما يوصل للبريتونيوم يعمل انفكشن في البريتونيوم. او اكسوجينس حاجه او اتسايد ذا بودي زي في البريتوريتنج ابدومينال وومز، زي حد خد سكينه اخترقت بطنه وصلت للبريتونيوم، طبعا الحاجات دي بتبقى ايه infected فممكن تعمل inflammation في البريتونيوم. acute septic peritonitis ايه الباثولوجي بتاعها؟ الباثولوجي بتاعها يا اما ان هي بتبقى localized على مستوى local او diffuse انها تاخد البريتونيوم كلها. localized غالبا بتيجي في صورة abscess localized abscess، احنا عارفين ان الابسس ده عبارة عن بس بيبقى جوه ايه cavity، يا اما بيحصل له resolve ان الكافيتي ده، يا اما بيبدأ يزيد قوي ويحصل رابشر على two surfaces بتوعه، يا اما على السكن سيرفيس يا اما السيرفيس الثاني ان هو يكون into the intestine. احنا عارفين ان الابسس بيبقى ليه سيرفيس على السكن وبيبقى ليه سيرفيس على الانترنال اورجان، او ان هي تبقى ديفيوز، يعني هي اما لوكالايز في صوره ابسس يا اما انها تيجي في صوره ديفيوز لما بيحصل فيلير اوف اللوكالايزيشن بتاع الانفكشن، وديت حاجه فيتال نتيجة ان بيحصل absorption للتوكسينز من large area، لان كده بيبقى large area من البروتونيال infected، او ان نتيجة ان بيحصل paralysis في الانتستين، بيحصل حاجة اسمها paralytic ileus فده ممكن يكون ايه fatal. طيب بالنسبة للوكالايز غالبا الديفيوز بتبقى فيتال، طب بالنسبة للوكالايز بيحصل healing by fibrosis وده هيعمل peritoneal adhesion and chronic intestinal obstruction.
تاني نوع عندنا من البريتونايتس، اتفقنا ان اي انفلاميشن اكيوت وكرونيك. الكرونيك بيتقسم لنوعين معروفين، يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك. يعني ايه سبيسيفيك؟ يعني سبيسيفيك كوز بيسبب سبيسيفيك بيكتشر، مايكروسكوبيك بيكتشر بشوفها من خلالها بعرف على طول ان ده ايه الديزيز ده. فانا عندي التيوبركلوس بريتونايتس سببها المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس، بشوف تحت الميكروسكوب شكل معين للجرانيلوما، بشوف كازيشن، ومجرد بشوفها تحت الميكروسكوب بعرف ان دي تي بي، عشان كده بنسميها سبيسيفيك. نون سبيسيفيك بقى لا، يعني اي شكل للكرونيك انفلاميشن، اني كوز اني مايكروسكوبيك بيكتشر، اللي هي عباره عن كولكشن اوف كرونيك انفلاماتوري سيلز وشويه انفلاماتوري تشينجز، وده بيبقى سكندري لكيميكال اريتيشن زي في البنكرياتيتس، ان بيطلع البنكرياتيك انزيم فبتعمل اريتيشن للبروتونيوم، او رابشر اوف اوفريان سيست، ان تبقى في سيست في الاوفري رابشرت طلعت السيرس فلويدز فيها او الميوكس فيها فبيعمل اريتيشن للبروتونيوم. اور تالك باودر زي اللي بتستخدم في الاوبريشنز، التالك باودر دي ممكن ان هي تعمل اريتيشن للبروتونيوم وتدخل في بروتونايتس. تاني توبيك معانا اللي هو الاسايتس. اسايتس يعني ايه؟ يعني accumulation of the fluid in the peritoneal cavity. احنا عارفين ان البريتونيوم عباره عن البرايتل اللي عامله لايننج للوول، وفيسرا اللي عامله كفرنج للفيسرا بتاعه الابدومين والبلبس، وما بينهم كافيتي. الكافيتي ده لما بيتجمع فيه فلويد بنسميه اسايتس. طب نوع الفلويد ده ايه؟ ممكن يكون اكسيت ترانسبلت بلاد اور ليمف اكوردنج تو. يبقى احنا هنقسم الاسايتس الى ترانسيدنت، او ده فلويد اول فلويد معانا اللي هو ترانسيوزت زي، وده بيحصل مع الجنرالايز اديما، حد عنده كارديك ديزيز او رينال ديزيز فالجسم كله مورم في الجنرالايز اديما، وبالتالي از بارت اوف الجنرالايز اديما ان يتجمع الفلويد ده. بورتال هايبرتنشن ده بيحصل في الهيباتيك ديزيز، بيحصل كونجيشن وبيبدا يزيد التنشن جوه البورتال فيزلز، وبالتالي بيبدا يحصل الاسايتس. اوت تويستنج اوف البيديكل اوف اوفريان تيومر ميكس سيندروم، ده بيحصل مع البيناين تيومر ميلي الفايبروما، بيبدا يحصل معاها الاسايتس وبلورال افيوجن، دي اللي بنسميها الميكس سيندروم. ده اول حاجه عندنا اللي هو ترانسيت. ترانسيت ده بيبقى كلير فلويد وبيبقى لو بروتين كونتنت. الاكسودت بقى لا، ده الفلويد بتاع الانفلاميشن اللي هو بيبقى توربيد وبيبقى فيه هاي بروتين كونتنت، زي في التي بي بروتونايتس او السابريت بروتونايتس، الاثنين دول بيحصل فيهم اكسوديشن او ممكن مع المالجنانت افيوجن. تالت نوع عندنا في الاسايتس اللي هو الهيم بريتونيوم. الهيموبريتونيوم هو accumulation of the blood in the peritoneal cavity. طب ايه اللي هيجيب البلود للبريتونيال كافيتي؟ ممكن rupture of aortic aneurysm، ان يبقى في aneurysm جزء كده بيحصل له weakness في الاورتيك وول فيعمل aneurysm. لو رابشرت الانيوريزم دي لان بيبقى المصل سبورت بتاعها ضعيف وبتبقى ثن فبترابشر، يقوم يعمل الهيموبريتونيال. tubal pregnancy، tubal pregnancy اللي هي الاكتوبيك بريجنسي اللي هو بيحصل outside the uterus في التيوب، اول ما الامبريو يكبر شويه جوه التيوب، التيوب مش هتستحمل هترابشر هيبدا يطلع البلاد، او رابشر للتشوكليت اوفريان سيست، دي سيست بتبقى موجوده في الاوفري بتبقى هيموراجيك فلو رابشرت هتقوم تعمل لي الموضوع ده ان يتكسر accumulation of the blood in the peritoneal cavity. تاني كوز في الكرونيك انفكشن بالذات زي التي بي بروتونايتس، لان هو بيبقى سيفير انفلاميشن وبيحصل معاها هيموراج، او تيومر في البريتونيوم او في الابدومينال فيسرا، اي تيومر بيعمل ايروجن للبلاد فيزلز بياكل في البلاد فيزل فيطلع البلاد ويعمل الهيموبريتونيوم. هيموراجيك بلاد ديزيز حاجه جنرال على الجسم، اي هيموراجيك بلاد ديزيز زي الهيموفيليا زي الديفيشنسي بتاعه الكلوتين فاكتور والفيتامين كي بيبدا يحصل تندنسي للبليدنج فممكن يحصل هيموبريتونيوم. انتستينال انفاركشن ان يحصل ثرومبوزس في الانتستين وفي جزء بيموت فيبدا يحصل كونجيشن وممكن يحصل معاه الهيموبريتونيوم. بعد كده الكايلس اسايتس ده اخر نوع من انواع الاسايتس، وهو accumulation of the lymph in the peritoneal cavity. طب ايه اللي هيخلي اللمف يتجمع في البريتونيال كافيتي؟ حاجه عملت lymphatic obstruction. طب ايه اللي هيقفل اللمف فيزلز ويعمل فيها obstruction؟ يا اما infection بالفلاريا اللي هي الفلورياسيس، او malignant tumor بيعمل obstruction للlymphatic vessel.
اخر معانا حاجه معانا اللي هي تيومر اوف ذا بيريتونيوم. تيومر بتاعت اي اورجان بنقسمها الى برايمري وسكندري. برايمري اللي هي اوريجينيتنج من الاورجان نفسه، سكندري اللي هي ميتاستاتيك من اورجان تاني. طب ايه الكومن هنا عندنا؟ هو الكومن عندنا السكندري في البريتونيوم، يبقى في البريتونيوم البرايمري تيومر رير، قليله شويه. طب ايه زي ايه البرايمري تيومر اللي ممكن تيجي؟ الميزوثيليوما والفايبروما. اما السكندري تيومر هي كومن مور كومن اند مي كام فروم اني بارت اوف ذا ابدومينال فيسرا، يعني اي ابدومينال فيسرا زي في الادينوكارسينوما بتاعت الكولون، في الاستومك، في الحاجات دي هتيجي على طول من الدايركت اللي عليها اللي تبعت لها ميتاستاسيس الايه البريتونيوم. ال MCQ عندنا the following organism is the common cause of chronic specific peritonitis. طبعا هتكون المايكوباكتيريوم تيبركلوزس. ليه؟ لان المايكوباكتيريوم تيبركلوزس هي اللي بتعمل التيبركلوز بيريتونايتس، ودي chronic specific inflammation. The following is the cause of chylastasis. يعني ايه chylastasis؟ يعني accumulation of the lymph in the peritoneal cavity. يبقى نتيجة lymphatic obstruction by filariasis. Discuss type of peritonitis. زي ما عرفنا ان البروتونايتس نوعين، acute و chronic، وهنشرحها. شكرا.